هي أسماء لاعبي المنتخب الوطني اللذان يدخلان في هذه اللحظة إلى أرضية الميدان كما نشاهد على الصورة. إذن هزيج كبيرة في الملعب تحت تصفيقات الجمهور، هذه هي الأجواء التي نريدها، هذه هي الحرارة التي نطلبها بالملاعب القاعات اليوم لتدعيم كل الرياضيين الجزائريين من أجل تحفيزهم معنويا وتقديم الأفضل وأيضا حصد أفضل النتائج. محمد، نعم يمدون محافز كبير للرياضيين، والإشارة يعني احنا يعني مبهرين بهذا الجمهور، وحنا أول مرة نشوف قاعة البادمينتون ممتلئة على الكامل. صراحة أنه لما نقولوا قاعة واد تليلات يعني لم نتوقع أن تكون يعني هذا الحضور الجماهيري بالمدرجات، لكن يعني أبهرنا وفاجأنا يعني الجمهور الرياضي لواد التليلات وكل ساكنة مدينة طهران الذين تنقلوا إلى هنا للمتابعة. إذا عملية الإحماء تنطلق في هذه اللحظات بين المنتخبين الإسباني والجزائري. عفوا الحكمة صربية. إذا للتصريح فقط الحكمة صربية. ستنطلق المباراة في هذه اللحظات. حضورنا الرياضي الكريم مباشرة هنا بقاعة واد تليلات في هذه المباراة النهائية لمسابقتها الزوجي الذكور بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإيطالي. إذا بداية المباراة في هذه اللحظات وكرة عالية، إذا محاولة سحق من طرف المنتخب الإسباني وأول نقطة تسجل، صنع فارق في المقدميات الأريحية للمنتخب الجزائري حتى يتمكن من نيل الميدالية الذهبية. هنا محاولة السحق والمباراة من طرف ممري كوسيلا نعم، ونقطة للمنتخب الجزائري. هنا التمركز للاعبين يعني لاعب في المقدمة ولاعب في الخلف، ونقطة ثانية للمنتخب الجزائري. نعم جيد جدا، جميل ما يصنعه المنتخب الجزائري. نعم طبعا هنا محاولة السحق دائما والمباغتة دائما من كل من كوسيلا ومدال عمري ومدال أقول نعم نقص تركيز يا محمد، كرة ضرورية نعم لدخول في المقابلة لكل لاعب طبعا ليفيت يعني تضييع نقطتين بهذه الكيفية مقابل نقطتين. إذا تفوق لصالح المنتخب الإسباني في هذه الأثناء في محاولة استدراك المنتخب الجزائري للنقاط. هنا تعود الكرة سرعة التمثيل جميل جدا. إذا مداد يجب على الرياضيين الجزائريين ما يخلوش المنتخب الإسباني يضع اللعب طبعا أهم يعني الفرض منطق وخلق يعني فارق في النقاط حتى تكون أريحية في المباراة، يعني نقطة بنقطة يخلق ضغط للاعبين على أرضية الميدان، دائما يفكر في كيفية يعني عدم منح الفرصة للمنافس للرياضات بوادي تليلات. الإشارة المنتخب الإسباني عنده خبرة كبيرة جدا. نعم نقطة أخرى وتعادل المنتخب. يعني أجواء جد رائعة يصنعها الجمهور الرياضي الجزائري بالمدرجات وتقدم دائما يعني يجب التركيز إهدار الكرات. نعم ثلاث نقاط لحد الآن، لا يا عمري ولا يا مدال لا يجب هكذا. إذا ننتظر الأفضل منكم في هذا النهائي. ثلاث نقاط يعني وتقدم صحيح المنتخب الإسباني، لكن نقطة لصالح المنتخب الجزائري، نقطتين كفارق يعني ثمانية للمنتخب الإسباني وستة نقاط للمنتخب الجزائري. إرسال معمري كوسيلا. شوف يعني الكرات العالية هي سلاح ذو حدين محمد كما ألاحظ وأتابع، يعني بما أنه يمكن يكون تكون ردة فعل فيها يعني السحق سقوط يوسف صبري سقوط صبري خلى الفراغ على أرضية الميدان لكل
الحلول الممكنة لحصد نقطة. لكن المنتخب يعني خبرة المنتخب يعني الإسباني رجع يعني كل الكرات وكرة خارج الملعب. ونقطة أخرى للمنتخب الجزائري 9-14 بتقدم للمنتخب الإسباني في الشوط الأول لحد الآن مشاهدينا الكرام. 15 نطلب من الجمهور ربما ما يتوقفش عن التشجيع عن الأهزيج عن الهتافات عن تقديم الدعم المعنوي للمنتخب الجزائري 18 مقابل المنتخب الجزائري والمنتخب الإسباني. إذن وينتهي هكذا الشوط الأول بتفوق أو لصالح المنتخب الإسباني. ممتازة كما يعملوها مع المنتخب الكرواتي في صباحة اليوم. نعم إذن نقطة لصالح المنتخب الجزائري. هل سنشهد نقطة جزائرية على ما أظن جزائرية؟ نعم. هل سنشهد ردة فعل قوية للمنتخب الجزائري؟ نطلب من الحكم أن يغير النتيجة. نعم نعم نقطتين للمنتخب الجزائري صالح المنتخب الجزائري طبعا. نعم. يعني جميل جدا هذا أمر يعني أو حافز معنوي لحد بداية الشوط الثاني. لكن تفادي الأخطاء يجب تفادي الأخطاء الفردية هذه الفرصة هي لتعديل النتيجة وتعزيز أو تعميق الفارق عن المنافس خاصة عندما تكون المباراة في بدايتها. 2-2 2-2 المنتخب والإرسال المنتخب الإسباني هيكون هنا الإرسال من طرف المنتخب الإسباني الذي يرفع كرة محمد ساحق من المنتخب الجزائري. هنا الرفع دائما كرة خارج الميدان. يعني شوف المنتخب الإسباني يعني بتعميق الفارق في بداية الشوط الثاني أو الجزء الأول من الشوط الثاني. نقطة أخرى مهمة صعبة وجميلة جدا من مدال صبري أو صبري. نعم صبري مدال الذي استغلال المنتخب الإسباني هنا. طبعا كرة دائما في المنتخب الجزائري في وضع الهجوم هو المطلوب الآن محمد. قبل ما تلحق الكرة يعني لمباغتة تفادي المباغتة يعني خبرة كبيرة عن المنتخب الإسباني الذي يحاول ترويض الكرة في كثير الأحيان حتى يعني ما يخليكش تعرف ماذا سيفعل. يعني هل سيقوم بعملية سحق أم بعملية مباغتة أم رمي الكرة على الجانبين. نقطتين وبأفضلية للمنتخب الجزائري. التحق معنا الآن في هذه اللحظة إذن مباراة نهائية لمنافسة البادمينتون في اختصاص الزوجي إناث ونقطة يجب أن نرجع الإرسال. إذن نحن في الشوط الثاني في الجزء الأول من الشوط الثاني. التعادل ما يميز لقاء ثمانية نقطة مقابل ثمانية وثم تقدم لصالح المنتخب الجزائري 9-8. إذن كما ذكرت أن مدال وصبري يتواجدان في الترتيب أو في المركز 56 في الترتيب العالمي. هنا أخرى كرة جميلة تربك المنتخب الإسباني وتعزز المنتخب ورصيد المنتخب ليكون طبعا يتواصل في هذه الأثناء. ونقطة نقطة لصالح المنتخب الإسباني في كرة باغتت عمري. هنا يرفع المنتخب الإسباني محاولة السحق من المنتخب الجزائري يضيع دائما كرات في الشباك. هي نقطة ضعف المنتخب الجزائري الذي ضيع عديد النقاط في الشوط الأول كما تابعنا من قبل. لكن لا يجب أن تتكرر هذه الأخطاء. تركيز ورفع الكرة حتى أنك إذا لم تكن نعم عملية صعبة يجب أن لا نرفع الكرات العالية في أمام الشبكة لأن النتيجة ستكون نقطة. طبعا ما زال فارق لصالح المنتخب الإسباني. حاولت رد الكرة ساحق من طرف المنتخب الإسباني. الساحق الآن يلا يا معمري يلا يا معمري يلا يلا يا مدال. كرة الآن المنتخب الإسباني في موقع المدافع وكرة لصالح نقطة الجزائر. المنتخب الجزائري الذي يحافظ على تقدمه لحد الآن بخطى ثابتة نحو الفوز بالشوط الثاني 17-15. نعم مهمة من دون شك ستكون صعبة في الكرات الأخيرة يعني التي ستكون حاسمة ولا ينبغي للمنتخب الجزائري أي خطأ وتضييع. أي كرة ستحفز المنتخب الإسباني ربما على خارج
الملعب ونقطة أخرى لصالح المنتخب الجزائري. 18 نعم مقابل 15 نعم. مشاهدينا الكرام في هذه المباراة التي هي في شوطها الثاني، المباراة التي تجرى بالقاعة المتحدة الرياضات بوادي تلات، مسابقة البادمنتون ضمن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها الباهية وهران. نقطة تضيع ونقطة لصالح المنتخب الإسباني الذي يقلص الفارق إلى نقطتين في هذه الأثناء. هنا يجب أن لا يسجل المنتخب الإسباني، لازم نرجع الإرسال طبعا. إهدار الفرص، إهدار الفرص، النقاط هذه أثر التركيز أثر على المجريات المقابلة. لا يجب ترك الفرصة للمنتخب الإسباني حتى يقلب الموازين في هذه المباراة. منتخب قوي يعني يرجع في المباراة، تعطي له فرصة أو فرصتين يرجع في المقابلة. نقطة داخل الملعب، داخل الملعب، نعم داخل الملعب، داخل الملعب. هذا تقول الحكم 19 لصالح الجزائري، تقدم الجزائري في هذه اللحظات. نعم داخل الملعب وسوء تقدير. نعم هي تلمس خط الملعب كما نلاحظ في الإعادة، الكرة خطي الملعب الملعب وسوء تقدير من لاعب أبيان من المنتخب الإسباني. إذن النقطة سوء تقدير كان لصالح المنتخب الجزائري الذي أعطاه الأفضلية حتى يحافظ على فارق النقاط نقطتين، و 19 لصالح المنتخب الجزائري مقابل 17 في هذه الأثناء. إذن نقطتين فقط تفصل المنتخب الجزائري من أجل حسم الشوط الثاني لصالحه. لا يجب تضييع هذه الكرات. لا عمري أو يمال هذا النقاط يعني الكرات مصيرية ولا يجب تضييعها يعني في الشباك بهذه الطريقة. نقطة للجزائر ايش فور دو سيرفيس، فور دو سيرفيس خطأ في الإرسال. نقطة للجزائر 20 نعم. جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا، لأنه كان نلاحظ باللي كان واقف اللاعب الإسباني يجب تكون الامباكت تحت، سيتمكن من فعلها مدال وصبري ان شاء الله. ان شاء الله اخرى، يلا مدال، يلا يا صبري، نحن ننتظركم، نامل فيكم كل التفوق. نعم ويفعلها مدال وصبري. شكرا لكم. شوط المدرب معمري اللاعب اللوري عمر طرابيع المنتخب الجزائري. نقطة أخرى جميلة جدا 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 الجزائري. نعم